على فكرة بقى، لو كان عاوز يجي كان هيعرف يظبط هنا وهنا من غير ما ينفض لحاجة. مريم، هو انت متضايقة ان انا وانت اللي قاعدين لوحدنا يعني ولا ايه؟ انا بتضايق لما بكون مش فاهمة يا معتصم. ياسين اليومين دول غريب جدا، وانت كمان غريب زيه. انا؟ ايوه، انتوا الاتنين بتتصرفوا بطريقة غريبة جدا، تختفوا فجأة وتظهروا فجأة وترجعوا تختفوا تاني، دايما في حاجة بترتبوا لها سوا تتكلموا عليها لوحدكم، زي ما تكونوا قاصدين تبعدوني او تبعدوا عني. لا خالص، مفيش الكلام ده خالص، والله خالص اطلاقا يعني. انت فاهمه غلط خالص. لا انا مش فاهمه غلط، انا بقالي فتره حاسه ان ياسين متورط في حاجه اكبر منه ومش عايز نعرفها. لا لا لا، ياسين مفيش اي توريطه، ياسين مفيش في حياته غير الشغل. والله لا طبعا فيه، وانا وانت عارفين كويس ان طول الوقت فيه. انت قصدك على الشقاوه يا شيخ؟ احنا في مصيبه شقاوه. نعم. لا الشقاوه دي حاجه تافهه يعني، ما جايز المره دي ما تكونش مجرد شقاوه. معتصم، في يا مريم، انت محسسني ان انت حطاني في نوتي كورنر وبتحققي معايا. جرى ايه يا معتصم؟ هو انا لو دردشت معاك شويه بحطك في نوتي كورنر وبحقق معاك؟ لا، ما هي بصراحه دي مش طريقه دردشه يعني، ده اسلوب تحقيق مش دردشه. والله انا شايفه ان احنا صحاب، الصحاب من حقهم ان هم يطمنوا على بعض. لا طالما اصحاب بقى يبقى لازم تصدقيني. ياسين مفيش اي حاجه في حياته الا الشغل، وانا مفيش اي حاجه في حياتي غير الشغل، ده انا الشغل حياتي اصلا. هو كل الموضوع ان احنا مضغوطين جدا اليومين دول بسبب الشغل، والعملاء، عارفه انت العملاء. العملاء؟ الو، اي فندم؟ لا حضرتك انا مش متابعه التفاصيل دي، بس انتوا تقدروا تكلموا استاذ ياسين، هو موجود عندكم في الفندق دلوقتي. مش موجود؟ لو سمحت من فضلك في بلح باللبن. طيب يا فندم ادوني 5 دقايق وهكلمكم تاني. شكرا. اطلب لك بلح باللبن، بيعملوه هنا تحفه، يجنن. مش موجود؟ ما هو الغايب حجته معاه. طب تعالى بقى نكلم الغايب نشوف ايه حجته. عايزه ايه مريم دلوقتي؟ طنط مريم اللي شفتها في الكافيه مع خالو معتصم. طنط مريم وخالو معتصم؟ انت هتعيش ولا ايه؟ هتعملي فيها صاحب الشله؟ يعني ايه صاحب الشله؟ صاحب الشله يعني انت مالك انت يعني؟ انا هقعد اشرح لك واقول لك في ايه؟ خليك في حالك واسكت خالص، اخرس، ما تفتحش بقك خالص، انت فاهم؟ ها يا مريم، انت فين؟ انا في الاوتيل يا حبيبتي، خير في حاجه؟ للاسف كلموني من الفندق وقالوا لي ان انت مش موجود وعندهم مشاكل ومش عارفين يحلوها. الله، يكلموك انت ليه؟ ما معاهم نمرتي. الطريق كان زحمه يا مريم، بس انا وصلت خلاص، انا في الباركينج. يلا بقى، يلا عشان اركب، يلا باي. ماشي يا سيدي.